في هذا الفيديو راح نتحدث عن الهارمونيكس. اي سيجنال بيريوديك سيجنال، لما نقول بيريوديك سيجنال يعني سيجنال بتتكرر باستمرار، في لها بيريود وبتتكرر باستمرار، كل بيريود بنعاد نفس الويف فورم بنعاد باستمرار كونتينيوس، لهذا نسميها بيريوديك سيجنال. اي بيريوديك سيجنال ممكن اني اقسمها لمجموعه من الساينوسويد، حتى لو هي شكلها الاصلي مش ساينوسويدال ممكن اقسمها لمجموعه من الساينوسويد. الساينوسويدز هاي بتكون عبارة عن أول هارمونيك اللي هو الفاندمنتال اللي مساوي للفريكونسي تبعت السيجنال، سكند هارمونيك اللي هو ضعف الفريكونسي تبعت السيجنال، ثيرد هارمونيك اللي هو ثلاث أضعاف الفريكونسي تبعت السيجنال وهكذا. هون راح نشوف كيف إنه الساين ويف السكوير ويف اللي هي الإشارة المربعة اللي نصها هاي بيكون ونصها لو، نصها هون في الحالة هاي راح تكون 100 فولت ونصها ناقص 100 فولت، ممكن اقسمها لمجموعه من الساينوسويدال سيجنالز ولها اللي هو مبدا الفورير سيريز، يعني قني عمالي بقسمها لفورير سيريز. هذا مهم في عمل الباور الكترونكس لانه في كثير سيجنالز بتكون مش ساينوسويدال لاني ركبت نون لينير لود، لانه في عندي سويتشنج اون اوف. الكرنت اللي بسحبه عاده اللودز في الباور الكترونيك سيركتس بيكون مش ساينوسويدال، ولانه مش ساينوسويدال حتى اقدر احلله لازم احلله للهارمونيكس تبعته حتى اشوف قديش اول هارمونيك اللي هو بنسميه الفاندمنتال وقديش الهارمونيكس الثاني. فهون انا ماخذ سيجنال جنريتر يعطيني سكوير ويف، فانا هون عامله للسكوير ويف. الامبليتيود تبعه راح يكون 100، يعني يكون زائد 100 ناقص 100 في كل سايكل، زائد 100 ل 180 درجه ناقص 100 ل 180 درجه، والفريكونسي تبعته راح تكون 50 هرتز. انا هون بس هاي السيجنال لانه السيجنال جنريتر بيعمل جنريشن للنيجاتيف بارت بالاول، بعدين البوزيتيف بارت بس ضربتها في ناقص واحد حتى تطلع السيجنال اللي موجوده هون، البوزيتيف بارت تبعها بالاول والنيجاتيف بارت بعدين، فبتشبه الساينوسويدال سيجنال وبتكون اود سيجنال، ولانها اود سيجنال راح نشوف هذا له توابع بعدين. هلا هون حتى احلل اي سيجنال واطلع الفورير كومبوننتس الفورير سيريز تبعتها بقدر استخدم بلوك اخذته انا من السيم باور سيستمز اسمه فورير، وهذا البلوك اللي بعمله باخذ السيجنال من هون وبحللها وبطلع لي الماجنتيود والانجل تبعت الكومبوننت اللي انا بطلبه. انا في الحاله هاي مثلا طالب الفاندمنتال الفيرست هارمونيك بنسميه احنا فاندمنتال كومبوننت، لازم اعطي هذا البلوك اعطي لي فريكونسي تبعت السيجنال الاصليه حتى يعرف على اي فريكونسي عماله بيشتغل ويطلع الهارمونيك اللي بتتناسب مع هاي الفريكونسي. ففي الحاله هاي انا اعطيته انها 50 هرتز وهي فعلا السيجنال الاصلي من هون هي 50 هرتز، فانا عمالي بخبر البلوك انه السيجنال اللي داخل عليه الفريكونسي الاصليه تبعتها 50 وانا بدي يطلع لي الماجنتيود والفيز انجل تبعت الهارمونيك الاول اللي هو الفاندمنتال، يعني بدي يشوف لي هاي السيجنال لو اني بدي ابنيها من ساينوسويد اول ساينوسويد اللي هو الفريكونسي تبعته نفس الفريكونسي تبعت السيجنال قديش راح يكون الماجنتيود تبعه وقديش راح تكون الانجل، قديش الماجنتيود وقديش الانجل. هلا الاوتبوت اللي بعطيني اياه راح يكون بيك مش ار ام اس، فانا هون قاسمه على واحد على جذر الاثنين بس عشان يحول لي اياه مره ثانيه يرجعه ل ار ام اس، فالفاليو اللي راح يطلع معي هون راح يكون ار ام اس لهذا الساينوسويد الماجنتيود تبعه. الزاويه تبعته بتدلني قديش الزاويه هاي راح تكون بالنسبه للسيجنال الاصليه، وهذا مهم لانه لو بدي ارد ابني السيجنال من جديد مره ثانيه لازم اعرف الزاويه تبعت هذا الكومبوننت اللي تقسمت له السيجنال. بدي احلل مجموعه من فراح اخذ الفاندمنتال اللي هو الفيرست هارمونيك اللي هو 50 هرتز، الثاني اللي هو راح يكون على 100 هرتز 50 2، الثالث اللي هو الثيرد هارمونيك، فورث هارمونيك، فيفث هارمونيك اللي هو بيصير 250 هرتز، يعني هون بصير كاني بفتش على الفريكونسي اللي محتواه بالسيجنال اللي الفريكونسي تبعتها 250 هرتز وهكذا، وانا ضليت ماشي هون لحد ما وصلت 16 اللي هي راح تكون 800 هرتز في الحاله هاي لهاي السيجنال. طبعا انا ممكن اكمل نظريا، المفروض اني اضل مكمل الى ما لا نهايه حتى تكتمل السيجنال كامله، لكن انا هون اكتفيت باول 16 اللي هي الفاندمنتال و15 بعده. كل واحد من هدول قسمت الماجنتيود على واحد على سكوير روت اوف 2 عشان احول الاوتبوت اللي بيطلع معي هون بكون ار ام اس مش بيك، وهون بتبين معي الزاويه. فلو عملنا الان رن، اول شيء خلينا نعمل رن اشوف السيجنال شكلها كيف. إذا عملنا رن أنا عامل رن بس ل 100 ملي سكند هون. هنشوف أول شيء شكل السيجنال. السيجنال طبعاً زي ما نتوقع هي سكوير ويف. هي البوزيتيف تبعها هون. فالبوزيتيف بيجي في البداية لأنه ضربناها في ناقص واحد بلس 100 100.
وبعدين ناقص 100 بلس 100 وناقص 100. خلينا نغير شوي الاكسس هون حتى تشوفوا بشكل اوضح. عملنا مثلا من ناقص 120 لزائد 120. هاي هون واضحة تماما السكوير ويف. سكوير ويف هاي متماثلة حوالين الزيرو، فإنها بوزيتيف بارت ولها نيجاتيف بارت. لاحظوا إنها في أول 180 درجة بوزيتيف وفي ثاني 180 درجة نيجاتيف. وهي بنسميها odd wave form لأنها symmetrical حوالين الأوريجن. وزي ما راح نشوف بعدين هاي ما بتحتويش غير odd harmonic components اللي هي الأول والثالث والخامس والسابع، ما فيها second وfourth وsixth، بس هلا بنشوف نتأكد منها. هذه periodic wave form لأنها عمالها بتتكرر باستمرار. هاي هون هاي أول cycle 20 ملي سكند، هاي cycle كمان 20 ملي سكند، هاي cycle كمان 20 ملي سكند، هاي cycle، هاي بتضلها تكرر كذا إلى الأبد. فهاي periodic wave form، فبقدر أطلع إلها فورير سيريز اللي هي بقدر اقسمها لمجموعه من الساينوسويدال سيجنالز. الفريكونسي تبعتهم راح تبدا من الفريكونسي مساوي للفريكونسي تبعت هاي السيجنال اللي هي 50 هرتز، وبعدين راح يروحوا السكند هارمونيك راح يكون على 100 والثيرد هارمونيك راح يكون على 150. يعني لازم يكون مضاعفات الفريكونسي للسيجنال الاصليه. هون لما عملنا رانينج بتلاحظوا ان هدول القيم هون تغيرت خلال الفتره هاي وبعدين ثبتوا على قيم معينه. اول شيء خلينا نلاحظه انه هذا السكند هارمونيك اللي هو 100 هرتز عندي هون 10 to the minus 14، يعني عمليا هذا زيرو الماجنتيود، وهذا زيرو وهذا زيرو وهذا نفس الشيء زيرو. 10 to the minus 13 10 to the minus 13 10 to the minus 14 10 to the minus 14 و 10 to the minus 13. فمن ناحية واقعية ما في عندي even harmonics، even اللي هي الثاني والرابع والسادس، فبقدر هدول اهملهم تماما. بس انا حبيت احطهم هون حتى نتأكد منهم فعلا، تتأكدوا انه زيرو. وهدول ولذلك احنا هاي الويف فورم سميناها، تتذكروا سميناها odd wave form. وodd wave form فيش فيها غير odd component. أول الأرقام اللي مش زيرو هون هي الأول اللي هو الفاندمنتال، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، 13 و15. ولو كملت بقدر ألاقي 17 19، لأنه لسه هون في عندي component. يعني إذا هذاك الكومبوننت الأصلي كان 100، في عندي هون لسه حوالي 6، فلو كانت هاي مثلا كرنت هذه 6 امبير، فلسه في عندي كومبوننت قوي هون وبقدر اكمل كمان. بس طبعا هذا راح يصير فيري كومبليكيتد البرنامج اللي موجود هون. اذا احنا حللنا الان هذه السيجنال، حللناها لساينوسويد. فهذا الارقام هاي اللي موجوده هون بتقول انه هاي السيجنال الاصليه اللي احنا شفناها هون اللي هي سكوير ويف اللي البيك تبعها 100 زائد 100 ناقص 100 ولها فريكونسي 50 هرتز، ممكن ابنيها من اني اجيب ساينوسويد له فريكونسي 50 هرتز وار ام اس. لاحظوا ار ام اس لاني قسمت على سكوير روت. ار ام اس 90 فولت او امبير حسب شو هي السيجنال كرنت او فولتج، والشيفت هون زيرو عمليا. اذا نطلع هون ما فيش عندي شيفت، الزاويه تقريبا زيرو. فاذا بدها تكون هذه ان فيز مع السيجنال الاصليه و90 وساينوسويدال له فريكونسي 50، بدي اجيب كمان ساينوسويدال الفريكونسي تبعته 3 الفريكونسي تبعته 150 لانه ثيرد هارمونيك 150 هرتز، الار ام اس تبعه 30 امبير او فولت والزاويه كمان تبعته زيرو، وفيفث هارمونيك على 250 هرتز الار ام اس تبعه 18 زيرو انجل، سفنث هارمونيك 350 هرتز على 12.86 على زيرو انجل، وهكذا. لو جمعت هدول الساينوسويدز كلهم راح بس تجميعهم وجمعهم راح يبدا يتكون عندي مره ثانيه السيجنال الاصليه اللي كانت موجوده هون. اذا انا بامكاني افكك او احلل الساينس السكوير ويف اللي كانت موجوده هون لمجموعه من الساينوسويدز. واللي عملته انا هون اخذت هذول الارقام، اخذت مثلا 90.03 حطيتها هون، هيها ار ام اس على فرض انه السيجنال الاصليه فولت مثلا او كرنت. هون حطيت في مكان فولت في مكان كرنت، خلينا نحطه كله يكون فولت. اذا عندي وهون الزوايا كلها كانت ديجريز. طبعا لاحظوا انا اهملت الايفن هارمونكس لانهم ما بياثروش، كانت زيروز الماجنتيودز تبعتهم، وكل واحده من هذول اخذت الزاويه تبعتها والزوايا كانت كلها زيروز في الحاله. هاي ارقام صغيره جدا 0.05 0.06 0.07، الزوايا عمليا كانت زيرو. اخذت انا الار ام اس ماجنتيودز اللي طلعوا معي هون اللي هي 90 تقريبا 30 18 12 10 8 6 و6، وهدول حطيتهم هون في السبريد شيت في الاكسل. فاذا بتطلع هون في عندي
90 30 18 12 وهكذا. حولتهم مره ثانيه، رجعتهم لبيكس لاني بدي اجمع الساينوسويدز هاي هلا مع بعض. هلا في عندنا قاعده مهمه بتقول انه لو جمعت انا ربعت الار ام اس تبعت الكومبوننتس هذول كلهم وجمعتهم واخذت الجذر التربيعي بيطلع معي الار ام اس تبع السيجنال الاصليه تقريبا. هون في عندي لسه اختلاف لاني انا مش ماخذ غير لحد ال 15 هارمونيك، لو اخذت يمكن لحد 25 او 39 بتكون معي احسن وبيقتربوا الرقمين من بعض. فانا اللي اخذته هون اخذت جمعت الهارمونكس، جمعت ربعت الهارموني الار ام اس فاليوز اللي موجوده كلها هون جمعتها واخذت الجذر التربيعي فتكون معي الرقم اللي موجود هون اللي هو قريب جدا من ال 100 فولت ار ام اس للسيجنال الاصليه اللي موجوده هون. هلا حتى ابني ارد السيجنال هاي من هذول الكومبوننتس اللي عملته، عملت ساينوسويدال سيجنال من كل واحد من هذول مكونه بالماجنتيود اللي هون مثلا. هذا بعد ما ضربته بجذر 2 صار البيك تبع الساينوسويد 127، هذا البيك تبع الهارمونيك الثالث 42، والفريكونسي تبعتهم 50 150 250 350 450 وهكذا. حطيت كل واحد منهم الماجنتيود تبعه، الزاويه معروف انها زيرو فما عملت لهم شيفتنج. هذول كلهم بعد ما حطيتهم كلهم وعملت لهم بلوتينج على هذا الاكسس. هي الويف فورم الاصليه اللي هي سكوير ويف اللي احنا كنا بانينها 100. هلا المفروض اني اقدر ارجع اعمل بنائها من التحليل اللي حللته لهذول الهارمونيكس كلهم الموجودين. بتلاحظوا الفاندمنتال هارمونيك لها نفس الفريكونسي 50 هرتز زي السيجنال الاصليه. الثيرد هارمونيك هي اللي موجود هون، هي الثيرد هارمونيك له فريكونسي ثلاث اضعاف الفريكونسي الاصليه، فهي عم بيعمل هون هي سايكل، هي 2 سايكلز وهي 3 سايكلز. والماجنتيود تبعه اخذته انا من التحليل اللي صار عندي هناك اللي هي 42 فولت بيك او حوالي 30 فولت ار ام اس وهكذا. وحطيت كمان الخامس السابع، وبتلاحظوا كلهم الفيس شيفت انجل تبعتهم زيرو فكلهم بدوا من نفس الزيرو. هاي نقطة مهمة، ما بكفي اني اعرف الماجنتيود تبع الهارمونيك، لازم اعرف الفيس شيفت او الزاوية تبعته. ولذلك هون اذا بتتذكروا بالفورير سيريز كل واحد منهم بعطيني ماجنتيود عم بعطيني انجل، فبقدر اعرف كيف كل واحد من هذول بالنسبة للسيجنال الاصلية ايش الماجنتيود تبعه وايش الزاوية تبعته حتى اقدر اعمل ريكونستركشن اعادة تركيب. فضفنا هذول كلهم، هي لحد ال 15th هارمونيك اخر واحد اظن هون ال 15th هارمونيك هي موجود هون، وحطيناهم بحيث انهم يبدوا كلهم من زيرو لانه الزاويه هي زيرو. لاحظوا لانه كلهم مضاعفات الفريكونسي بنتهوا كمان زيروز منهم بنفس الوقت لانهم مضاعفات الفريكونسيز الاصليه وهي الاوريجينال سيجنال. اذا هدول جمعتهم كلهم راح تشوفوا، طبعا انا هون مش ماخذ غير اول 15 هارمونيك، لسه السيجنال ما بتشبه تماما السكوير ويف الاصليه، لكن واضح انها بدات تشبه الى حد ما. هي سكوير ويف الاصليه اللي موجوده هون، عم بتشوفوا السيجنال اللي بنيتها من 15 هارمونيك من اول هارمونيكس لحد 1 ل 15، طبعا الايفن كانوا زيروز كلهم، جمعتهم بدوا يقتربوا. لو اني بزيد عدد الهارمونيكس الان فبلاحظ انه هاي السيجنال بدات اكثر واكثر تقترب من السكوير ويف الاصليه. اذا اللي بنستفيده من هذه الفيديو، هاي الفكره هون انه انا اي سيجنال بقدر اقسمها لفاندمنتال وهارمونيكس. هذا الفاندمنتال اللي هو اللي له نفس الفريكونسي للفريكونسي السيجنال الاصليه، السيجنال الاصليه ما كانت ساينوسويدال، فاي سيجنال حتى لو ما كانت ساينوسويدال بس بشرط انها بيريوديك بقدر اقسمها لفاندمنتال وهارمونيكس من هون. وهذه الهارمونيكس مهمه في الباور الكترونيك خصوصا لانه كثير من السيجنال زي ما راح تشوفوا مثلا الكرنت اللي بيسحبه حتى ريزيستيف لود لما يكون في عندي عم بعمل فيز كنترول سنجل اي سي تو اي سي فيز كنترول بكون الكرنت نون ساينوسويدال ولذلك بيحتوي على هارمونيكس.